السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة التي جاء الأمر بها في القرآن العظيم. هذا هو أعظم رد على الطائفة الضالة المنحرفة التي تسمى بطائفة القرآنيين، يزعمون أنهم يعملون بالقرآن فقط دون السنة، وهؤلاء خرجوا من الملة بهذا المعتقد الخبيث الفاسد، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر. هذا القيد العظيم وهذا الأصل العظيم الذي تميز به السلفيون عن غيرهم ولزوم منهج السلف الصالح، هو أن نصوص الكتاب والسنة إنما تفهم بفهم سلفنا الصالح، وأما أهل البدع وأهل الأهواء فقد تركوا فهم السلف الصالح واستقلوا بفهومهم وعقولهم القاصرة لنصوص الكتاب والسنة، فكان ذلك هو سبب ضلالهم وانحرافهم. إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، وإذا اختلف السلف الصالح مثلا على قولين فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة بمجمع الإمام مالك بألت أن يقدموا لكم هذه المادة. السلفيون هم الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، فكانوا على منهجهم وكانوا على هديهم، وهي عبارة عن كلمة بعنوان أصول المنهج السلفي. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القائل في المحكم المبين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنه يسرني في هذا اليوم الجمعة 22 من شهر جمادى الأول لعام 44 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، أن ألتقي بإخواني الكرام في مجمع الإمام مالك رحمه الله تعالى في محاضرة هاتفية بعنوان أصول المنهج السلفي، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله في ميزان حسنات السامع والمتكلم. وبادئ ذي بدء أشكر الله على هذا اللقاء المبارك بإخواني وأحبابي في السودان الذين نكن لهم المحبة والتقدير، وندعو لهم أن الله عز وجل يوفقهم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته ونصرة دينه وتوحيده، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما مر معنا أيها الإخوة موضوع هذه المحاضرة أصول المنهج السلفي. قبل البدء في هذه المحاضرة أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة بنعمة الهداية لهذا الدين العظيم، دين الإسلام الصحيح، فقد امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي من أجل النعم وأعظمها أن الله عز وجل يهدي العبد لهذا الدين العظيم، الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد استشعر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة العظيمة كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه
فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فدل هذا الحديث العظيم على عظم هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية لهذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأمر الثاني هو الهداية إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو داخل في الهداية للإسلام الصحيح، لأن الذي يتمسك بالإسلام الصحيح فلا بد أن يستمسك بهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه نعمة عظيمة، وأي نعمة، بأن الله عز وجل يهدي من شاء من عباده إلى هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي ضل عنها أقوام كثيرون، فمنهم من وقع في التصوف، ومنهم من وقع في التشيع والرفض، ومنهم من وقع في عقيدة الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو الإباضية أو الأشاعرة أو الماتوريدية أو غير ذلك من عقائد فرق أهل الضلال. وأنت يا عبد الله من الله عز وجل عليك بهذه العقيدة، العقيدة السلفية، وعافاك الله عز وجل من الضلالات والأهواء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية للإسلام والمعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، نتطرق إلى أصول المنهج السلفي الذي هو صلب موضوع هذه المحاضرة. المنهج السلفي، منهج السلف الصالح، ومن تمسك به هو قائم على أصول ثلاثة عظيمة بينها العلماء وأشاروا إليها، ومنهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في كتابه منهاج السنة عندما قال: الأصول الثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وهذه الأصول التي ذكرها العلماء هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول فهو القرآن العظيم، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم سبب لهداية الناس إلى الحق والطريق والصراط المستقيم، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: فضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. فهي رحمة من الله ونعمة عظيمة، هذا الكتاب العظيم القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور وهداية، كما ذكر الله عز وجل في كثير من آياته أنه هدى فيهدي إلى الصراط المستقيم ويهدي إلى الطريق القويم. وهذا الكتاب العظيم لا بد من تلاوته وتدبره والعمل بما فيه ليكون المرء من أهل القرآن، كما جاء في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيتلو هذا الكتاب ولا يهجره بترك تلاوته، بل يتلوه في كل يوم وليلة،
يجعل له حزبا يوميا مع كتاب الله عز وجل، ويتدبر معانيه تلاوة مقرونة بتدبر، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويعمل بما جاء في هذا الكتاب العظيم فيمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويتلوه حق تلاوته. الأمر أو الأصل الثاني هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالسنة هو ما جاء في كتاب الله عز وجل الأمر به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ورد ذلك شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعمل بالسنة هو عمل بالقرآن، لأن الله عز وجل أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر باتباعه، ولهذا هذا هو أعظم رد على الطائفة الضالة المنحرفة التي تسمى بطائفة القرآنيين، يزعمون أنهم يعملون بالقرآن فقط دون السنة. وهؤلاء كما لا يخفى على الجميع هم خرجوا من الملة بهذا المعتقد الخبيث الفاسد، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر. فلو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة التي جاء الأمر بها في القرآن العظيم. ومن ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله. ولا يتأتى للمؤمن أن يقوم بالعمل الصالح إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح لا بد فيه من إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عمل بسنته. ولهذا يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله للعبد كما في هذه الآية، وهذه المتابعة أيضا هي شرط عظيم لقبول العمل الصالح. فلا يكون العمل مقبولا عند الله إلا بإخلاص العمل له سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الشرطين أو بفقدان أحدهما فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، كما جاء في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما قام بهذا العمل يريد به وجه الله وكان في عمله خاشعا لله باكيا متذللا، لكن عمله ليس على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ولهذا قرر العلماء أن العبادات الأصل فيها المنع والحظر حتى يأتي الدليل على مشروعيتها. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله، كما أورد ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، قال رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وصدق رحمه الله. الذي يترك السنة يكون من الهالكين، والذي يستمسك بالسنة يكون من الناجين بإذن الله تعالى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويصبر السني على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر ويصابر، فإن التمسك بهذه السنة يحتاج إلى صبر ومصابرة في هذا الزمان الذي كثرت فيه البدع والأهواء
ولهذا يقول القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. انتهى كلامه. يقول كالقابض على الجمر، وهو أفضل من الذي يجاهد في سبيله، أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. علينا أيها الأحبة أن نتواصى جميعا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر، كل الحذر من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأصل الثالث من أصول المنهج السلفي هو فهم السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة الكرام لنصوص الكتاب والسنة، وقد جاء الأمر بذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلفيون هم الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، فكانوا على منهجهم وكانوا على هديهم، على هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان، بلا غلو ولا جفاء، وإنما اتبعوهم بإحسان. فوعدهم الله عز وجل بوعد عظيم، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسأل الله وإياكم من فضله. وأيضا مما يدل على لزوم منهج السلف الصالح وفهم السلف الصالح قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فانظر رحمك الله إلى هذه الآية وتأملها عندما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قال عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بسبيل المؤمنين وسبيل السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فدل هذا القيد على أهمية لزوم منهج السلف الصالح. وأيضا ما يدل على ذلك قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: فقد اهتدوا. وأيضا ما يدل على ذلك الحديث السابق وحديث العرباض بن سارية عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الداء الذي سيحصل، الاختلاف الكثير في العقائد وفي الآراء وفي الأفكار وفي المفاهيم، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث العظيم دل على أهمية التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان عليه السلف الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي، ولم يكتفي بذلك، ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنصوص كثيرة في أهمية لزوم منهج السلف الصالح وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يدل على أهمية هذا القيد العظيم وهذا الأصل العظيم الذي تميز به السلفيون عن غيرهم وهو لزوم منهج السلف الصالح، هو أن نصوص الكتاب والسنة إنما تفهم بفهم سلفنا الصالح، وأما أهل البدع وأهل الأهواء فقد تركوا فهم السلف الصالح واستقلوا بفهومهم وعقولهم القاصرة لنصوص الكتاب والسنة، فكان ذلك هو سبب ضلالهم وانحرافهم، كما ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه عندما تكلم عن الخوارج
وضلال الخوارج وسبب ضلالهم، قال رحمه الله: وإنما أوتوا لسوء فهمهم للقرآن، لسوء فهمهم للقرآن، فأساءوا فهم القرآن، فكان ذلك هو سبب ضلالهم وانحرافهم، ولم يقتدوا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يهتموا بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الكتاب العزيز، فوقع منهم الضلال المبين. ومما يؤكد ذلك، أو من الأمثلة التي تؤكد ذلك، ما جاء في قول الله تعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فتمسك الخوارج بظاهر هذه الآية وعمومها، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، ولا سيما الحكام كفروهم واستحلوا دماءهم بحجة عدم حكمهم بما أنزل الله، فأخذوا بعموم هذه الآية، فأخذوا بظاهرها في أن هذا كفر أكبر في كل من حكم بغير ما أنزل الله. وهذه الآية فهم السلف الصالح اختلف عن فهم الخوارج، فالسلف الصالح وعلى رأسهم ترجمان القرآن ابن عباس عندما فسر هذه الآية قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره، وورد عنه رضي الله عنه قوله أيضا في رواية أو في لفظ آخر: كفر دون كفر. فالحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر أصغر، ولا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال، كما ذكر ذلك سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لتحكيم القوانين، أو أن حكم القوانين الوضعية أفضل من الحكم بما أنزل الله، هذا يكون كفرا لاستحلاله. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله دون استحلال، فهذا على الصحيح لا يكون كافرا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. المثال الثاني حتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة هو في الفقه أيضا، فهم السلف الصالح هذا مما يعين الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، العبادات والمعاملات وغير ذلك. فإذا نظرت مثلا لمسألة ترك واجب من واجبات الحج، فهذا الحكم فيه أنه عليه دم، ذبيحة يذبحها لفقراء الحرم، ذبيحة يذبحها لفقراء الحرم. المستند في ذلك هو كلام ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. المقصود أيها الإخوة هو أن السلفيين تميزوا عن أهل البدع والأهواء بهذا الأصل العظيم، وهو فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوصى أحد تلامذته فقال: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، أو كلام نحو ذلك، فلا بد أن تكون متبع في أقوالك لمن سبقك من السلف الصالح. وإذا اختلف السلف الصالح مثلا على قولين، فلا يجوز لمن جاء بعدهما أن يحدث قولا ثالثا، لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، لا يخرج عن أقوالهم. وفي ختام هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة ونبه تنبيهات يعني سريعة. أولا، لا عيب على من أظهر مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا عيب لأن يقول السلفي أنا سلفي ويعرف بنفسه ليتميز عن غيره من أهل البدع أنه على عقيدة أهل السلف الصالح، ألا عيب على من أظهر مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واعتزى إليه، فإن مذهب السلف يقول لا يكون إلا حقا. الأمر الثاني والحبة أن السلفيين لا بد أن يوطنوا أنفسهم على أن أهل البدع على اختلاف أصنافهم أنهم يحاربون السلفيين، أهل البدع جميعا. لماذا؟ لأن السلفيين ضد أهل البدع ويردون عليهم بدعهم، فكان أهل البدع في هذا المقام هم أعداء ومحاربون لأهل السنة السلفيين. ولهذا لا بد من الصبر والمصابرة على التمسك بهذا المنهج العظيم. الأمر الثالث وأوصي به حقيقة إخواني هو العمل بما دلت عليه
هذه السورة العظيمة وهي سورة العصر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليهم بهذه المراتب الأربع العظيمة، مرتبة العلم والاهتمام بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا مما يقوي السلفي في التمسك بهذا المنهج الأصيل والدعوة إليه، بأن يهتم بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله كما قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الأمر الثاني هو العمل بهذا العلم، بأن يكون قدوة حسنة في عبادته لله وفي تعامله مع الناس بالأخلاق الطيبة والآداب الحسنة. والأمر الثالث هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق، ومن التواصي بالحق الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع. فيهتم السلفي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعته. والأمر الرابع وهي المرتبة الرابعة من هذه المراتب، مراتب الرابحين نسأل الله يجعلنا منهم، والصبر، وتواصوا بالصبر. يصبر على العلم وطلب العلم، ويصبر على العمل به، ويصبر أيضا في الدعوة إليه. ولا بد لكل من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يلاقي ما يلاقي من الأذى، كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وختاما أيضا أوصيكم جميعا أيها الإخوة بعد الوصية بتقوى الله أولا وآخرا، هو التعاون على البر والتقوى. فلا بد للسلفيين في نجاح دعوتهم ونجاح عملهم أن يتعاونوا على البر والتقوى كما أمرهم ربهم بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا كما أمر الله عز وجل في كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأهل العقيدة الصحيحة، عقيدة السنة والجماعة، والذين هم على منهج السلف الصالح، يجب عليهم أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا وأن لا يتفرقوا، فإن التفرق من أعظم أسباب ضعفهم ومن أعظم أسباب تسلط الأعداء عليهم، كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى في ختام هذه الكلمة أن يوفقني وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله جل في علاه أن يحفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه، وأن يمكن لأهل السنة في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يدلهم على ما فيه الخير والصلاح في أمور دينهم ودنياهم، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع وعلى عمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه حتى الممات، وبالله التوفيق. وشكر الله لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.